طيب، مسلسلات إيرانية مدبلجة بالسورية عن الأنبياء نوح ويونس وإبراهيم وموسى عليهم السلام، والدراما المصرية ما زالت تعيش في الوهم. ده من الأستاذ جمال عبد الناصر من اليوم السابع. توافقي على الأول على يعني عن المقولة، احنا دلوقتي هو شايف ان في مسلسلات إيرانية بتتجه دلوقتي ان هي تعمل مسلسلات مدبلجة بالسورية عشان توصل لنا عن الأنبياء، واحنا في الدراما المصرية نايمين في العسل، او الدراما العربية في العسل. مصر مجتهدة جدا، يعني مصر جزء مهم جدا يعني وكبير جدا من العطاء. تقدم اعمال كتير قوي سنويا من الدراما، اعمال محترمة، ومن الكم بنطلع بالكيف. يعني في اعمال كتير قوي لكن مش كلها كويسة ومش كلها اعمال حلوة، لكن في خضم الاعمال دي والعدد ده بنطلع بعدد كويس جدا من الاعمال المحترمة. مصر مجتهدة جدا وبتعمل اعمال احنا بنتفرج فيها من العالم العربي كله، يعني خصوصا السنة دي. يعني السنة دي يمكن السنة اللي فاتت كنت اوافق استاذ جمال عبد الناصر، لكن السنة دي في اعمال درامية كتيرة كويسة كتير قوي. لا مش نايمين خالص، بالعكس ناس مجتهدة وتبذل اقصى مجهود عندها. طيب، 15 سنة سجن للمذيع قاتل زوجته. لا يستاهل الحرق طبعا. لا طبعا. عندك اي انت عارفه القصه ولا لا؟ ما عنديش اي فكره عن القصه، بس ازاي راجل يقتل ست؟ ازاي يضربها اصلا مش يقتلها؟ ما هو ده غير مقبول بالنسبه لي، لانه انا تربيت في اسره وبيئه ومجتمع بيحترموا الست جدا، بيقدروها. الست ما تنضربش، على الاقل في اسرتي ما بشوفش ست بتضرب في اسرتي. ازاي تتقتل؟ مفيش حد فوق. وده حرام، ده حرام. 15 سنه ده قليل. معرفش. طيب، تحطم مقاتلة F-16 إسرائيلية وفقد طاقمها جنوب إسرائيل من قناة الأهرام. يا رب بالدستور كله لو علينا. طيب، آخر حاجة تقولي إيه لمين؟ دايما بنختم بالسؤال ده، حاجة تقوليها ولمين؟ أكيد كل الناس اللي وقفت جنبي في مصر، وكل الناس اللي وقفت جنبي في تونس، وكل الناس اللي حبتني، هم عارفين نفسهم واحد واحد. انا بشكرهم من كل قلبي وبقول لهم انا من غيركم ما كنتش اقدر اعمل حاجه. ميرسي على ثقتكم اللي فيا، ميرسي على مجهوداتكم معايا، ويا رب يديني الوقت والصحه والقدره ان انا اقدر ارجع 1% على الاقل من اللي انتوا عملتوه معايا. شكرا لكم كلكم. مين اكتر واحد وقف معاكي في مصر؟ أكتر واحد وقف معاكي في مصر؟ هو صديق. 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 أوكي. صديق عشرة 3.5 سنين. من برا الوسط. من برا الوسط. أنا مؤمنة جدا بالصداقات هنا في البلد دي. جدعان جدا جدا. ناس مرحبة جدا، ولاد بلد، وقفتهم وقفة راجل بمليون راجل والله. يعني المجتمعات التانية. فريان مرسي لك، مرسي ليك، ومرسي الحلقة. مرسي ليك. ثانك يو. الى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج بصراحة.